أهلا بحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، مكملين مع حضراتكم كلامنا عن العاصمة الإدارية الجديدة مع ضيفنا المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية. مساء الخير يا باشمهندس مرة تانية. مساء الخير. حابب بقى أبدأ كلامي مع حضرتك دلوقتي عن المرحلة التانية. يمكن أنتوا أعلنتوا من فترة أن أنتوا بتجهزوا تصميم المرحلة التانية بالزبط. ولكن إحنا ما سمعناش أي معلومة جديدة تاني. لا طبعا هي خلينا بس نتفق عشان الناس كتير لما احنا قلنا احنا هنبتدي نخطط المرحله الثانيه والثالثه والرابعه الاربع مراحل صحيح. الناس كتير طلعت قالت يعني انتوا لسه هتعملوا مرحله ثانيه وبتاع. لازم نوضح للناس احنا شركه في الاخر احنا شركه عقاريه، شركه استثمارات وشركه عقاريه. شركه عقاريه وهدفنا ان احنا نبني ونكسب يعني. وهي شركه عقاريه يعني بتقدر او يعني بتقيم بحجم الاراضي اللي هي بتملكها. صحيح. احنا النهارده الاراضي عندنا في المرحله الاولى زي ما انا قلت كان 70% خلاص ما بقتش عندنا اراضي، فلازم نبص لقدام، لازم نخطط، لازم نبتدي نخطط عشان نبتدي نشوف عندنا طلبات كتيره. هنبتدي ننزل النهارده نشتغل على الارض في المرافق دي، طبعا هتاخد لها وقت. احنا ما بنقولش ان احنا بكره الصبح نبيع، ولكن احنا بنقول ان احنا النهارده لازم نخطط، لازم نجهز، لان هو ده كشركه عقاريه لازم نحافظ على اللاند بانك او حجم الاراضي اللي موجوده عندنا. فكان لازم، واحنا فعلا كنا من فتره عملنا مناقصه عالميه واخترنا احد المكاتب العالميه لتخطيط المراحل اللي جايه، والفعل ابتدى يشتغل معانا، واعتقد يعني ده شغال بالفعل، ده شغال بالفعل دلوقتي ابتدوا يشتغلوا معانا. وفي نفس الوقت احنا يمكن برضو تجربه جديده، احنا كشركه زي ما بقول دايما بنحاول نقدم يعني خدمه على اعلى مستوى. احنا جايبين مجموعه من الخبراء الاجانب معانا احنا في الشركه عشان يبقوا هم بيتعاونوا معانا في يعني استقبال المخططات اللي جايه، ونقدر نتماشى مع الستاندرد العالمي والحاجات دي كلها، يبقى بحيث ان احنا نطلع اكتر امكانيات من كده من المكتب اللي احنا متعاقدين معاه. وده طبعا ابتدى يشتغل، اعتقد يمكن يعني قدامنا يمكن شهرين تبتدي يطلع عندنا حاجه نقدر نقول للناس. لكن هي دي كانت الفكره، ان احنا النهارده شركه في الاخر شركه تعتبر شركه عقاريه بتقيم بحجم الاراضي الموجوده ليها. صحيح. احنا سمعنا برضو ان هيكون فيها منطقه صناعيه عالميه، هل ده فعلا هيكون موجود؟ احنا اعلنا عليها فعلا، احنا عندنا منطقه صناعيه، اخترنا مكان مميز جدا، مكان على طريق السخنه قريب من مياه السخنه، يمكن حوالي 40 كيلو 45 من مياه السخنه وحوالي 70 كيلو من الادبيه، بحيث ان المصانع اللي هتبقى موجوده في هذه المنطقه هتتمتع سواء انها لو بتستورد مواد خام السهوله في الوصول للمواني، او لو بتصدر هيبقى عندها سهوله. منطقه مميزه جدا، الحمد لله انتهينا من التخطيط، يمكن انتهينا عنه. ويعني وانا كنت متوقع، مش عايز اقول كده، انا كنت متوقع ان هيبقى عندنا اقبال عليها، يمكن احنا عندنا اقبال طلبات اكتر من المساحه اللي احنا مخططينها. يعني احنا مخططين يمكن حوالي 1700 فدان يقتربوا من 7 مليون 8 مليون، يمكن حوالي 7 مليون متر، احنا عندنا طلبات تفوق 7 مليون متر حاليا. حضرتك شركه العاصمه هي اللي هتبيعها للمستثمرين، هتبيعها للمطورين الصناعيين، سواء المطورين الصين او المصانع مباشره. عندنا نوعين، يعني في عندنا مطورين صناعيين او عندنا منطقه للصناعات المتوسطه والحاجات دي كلها هنبتدي نتعامل عليهم في الفتره اللي جايه. لكن الحمد لله زي ما بقول يعني زي ما احنا كنا متوقعين من الاول ان احنا مخططين نبقى عندنا هذه المنطقه، وسامحين مساحات كمان ان احنا نتوسع في المستقبل لو زاد الطلب ان احنا نقدر نتوسع.